هسه ان شاء الله نكمل الستروك. طبعا اكيد كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله الصحة والسلامة والتوفيق، ويا رب كل النجاح وكل الخير لكم اكيد، وعيد مبارك. فهسه ان شاء الله نكمل الستروك. هسه البرين اذا قل الدم اللي دا يوصل له شي يسوي حتى ايش قد ما يقدر سيرفايف، ايش قد ما يقدر يبقى انه البرين سيلز تبقى على قيد الحياة، شنو الاشياء اللي راح تسويها؟ اول شيء البلد فيزل راح يتوسع، يصير فازو دايليشن، يتوسع البلد فيزل حتى شنو، حتى يزود البلد فلو ايش قد ما يقدر يحافظ عليه. بس بعدين البلد فيزل يوصل مرحله يصير ماكسيمم فازو دايليشن، خلاص الالاستيسيتي مالته خلصت، بعد ما يقدر يصير بيه فازو دايليشن اكثر. فهنا نوع راح تصير مشكله انه اوكي صار ماكسيمم فازو دايليشن، بعد ايش قد ما هو يتوسع ما يفيد. زين هاي اذا اول شيء صار فازو دايليشن، بعدين التشيو يبدي شنو يزود الاكسجين اكستراكشن. زين زين على مود يحافظ على الاكسجين الواصل. فاذا هنا يبدي شنو يصير ادابتيشن بالتشيو. هو قبل كان ياخذ يسوي اكسجين اكستراكشن بنسبه معينه، يعني يوصل له دم يسوي اكستراكشن من هذا الدم لنسبه معينه، لكن هنا بما انه الديماند مزداد وهو اسكيميا فلازم يزود الاكستراكشن يحاول يعوض. تمام شلون؟ كانه الهيموغلوبين يقلل الافينيتي مالته للاكسجين حتى شنو يسوي ريليس لهذا الاكسجين، ويروح هذا الاكسجين وين؟ للتشيو، فيزداد التشيو اكستراكشن للاكسجين. اذا هسه صار فازو دايليشن قدر يسوي شويه مينتننس، بس بعدين وصل ماكسيمم وخلص التشيو اكستراكشن مال الاكسجين دي يزداد همينه يوصل لمرحله وخلص يوصل ماكسيمم. زين further falls in blood flow therefore perfusion cannot be compensated cerebral oxygen falls and symptoms appear then infarction. اذا هو بالبدايه صار فازو دايليشن واكسجين اكستراكشن اثنيناتهم وصلوا المرحله صار ماكسيمم، بعد ما يقدرون يسوون اكثر تبدي وراها السيمتومز وراح تصير انفاركشن، خلاص استابليشد انفاركشن. اذا انا دي يصير عندي ريدكشن بالبرفيوجن بريشر. شنو يعني برفيوجن بريشر؟ الدم اللي دا يوصل صار اسكيميا ما دا يوصل دم كافي، فالبرين شي يسوي فازو دايليشن. الفازو دايليشن زين بالبدايه هذا الفازو دايليشن دا يزداد شنو يحاول يحافظ على البلد فلو بنفس الصوره. اذا دا تلاحظون فازو دايليشن ازداد زين فتوسع الفيزل، فالبلد فلو بقى نفسه ما تأثر، يعني حافظ على البلد فلو بالبداية، لكن بيرفيوجن دي يقل رغم هذا، والفازو دايليشن وصل مرحلة ماكسيمم، خلاص هذا ماكسيمم، بعد ما يقدر الفازو دايليشن ما يزداد أكثر، خلاص وصل للحد مالته. فهو بالبداية حافظ على البلد فلو بس بعدين شنو يصير ديكلاين، لأن بعد شقد ما يتوسع هو البيرفيوجن دي يقل، فش قد ما يتوسع ما يقدر يحافظ على البلد فلو فيبدي يقلل البلد فلو. التشيو اكسجين اكستراكشن همينه يزداد، شو وقت يبدي الاكسجين اكستراكشن يزداد؟ زين يزداد من بالمرحله هنا اذا تلاحظون هنا، يعني شو وقت من يصير ماكسيمم فازو دايليشن، مو صار ماكسيمم فازو دايليشن ورغم هذا ما دي يلحق الفازو دايليشن يبدي التشيو اكسجين اكستراكشن يزداد. اذا هي بالتسلسل، اول شيء فازو دايليشن من وصل لمرحله ماكسيمم فازو دايليشن صار الاكسجين اكستراكشن ازداد، ازداد الاكسجين اكستراكشن هم يوصل مرحله وبعدين شنو ما يلحق. تمام ويصير شنو البلد فلو دي يقل والاكسجين هم ما دي يلحق، فشي يصير يبدي شنو شويه شويه اول شيء تظهر السيمتومز. هنا ظهرت سيمتومز زين، لكن السيمتومز مو شرط استابليشد انفاركشن، يجوز هو تي اي اي، يجوز ترانزيت اسكيميك اتاكس، بس اذا استمر هذا الديكلاين اذا استمر راح يوصل يصير انفاركشن. اذا فازو دايليشن بالبدايه يوصل ماكسيمم، بعدين الاكسجين اكستراكشن يوصل ماكسيمم، بعدين تبدي اذا ما فاد وما لحق وبقت الاسكيميا تبدي السيمتومز، بعدين تبدي الانفاركشن. زين اذا اني من البلد فلو للبرين دي يقل، هو كان 50 او 55 هو النورمال، قل الحد ال20
شوف من 50 الى 20 هنا الاكسجين اكستراكشن دي يعوض نوعا ما. زين لحد ال 20 الانكريس اكسجين اكستراكشن والفازو دايليشن هو معوض لي. وصل البلد فلو جوا ال 20 لا راح يبدي يصير فيلر اوف ذا الكتريكال فانكشن، يبدي ال ان اي كي اي تي بي ايز بامب يصير بي فيلر. السيلز مو بيها اي تي بي اي ان اي كي اي تي بي ايز بامب، هذا اللي يعتمد على الاي تي بي ويحافظ على الالكتريسيتي مال السيلز، وهاي هذا يصير بي فيلر راح تبدي السيمتومز. اذا السيمتومز ايش وقت تبدي؟ السيمتومز تبدي من البلد فلو مال البرين ايش قد يصير 20 مل لكل 100 غرام بالدقيقه. احنا نورمالي 50 الى 55، من تصير 20 وجوه تبدي سيمتومز. اذا صارت جوه ال 10 ايش راح يصير؟ سيل ديث، يعني شو يصير؟ انفاركشن. لان شنو؟ كل الايونيك بامب يصير بيها فيلر، يصير شنو؟ انه راح تبدي هسه راح نشوفها، راح نشوفكم احنا انه السيلز بالسطح مالتها اكو ان اي كي اي تي بي ايز بامب. هذا ال ان اي كي اي تي بي ايز هذا وظيفته يطرح صوديوم ويدخل بوتاسيوم، يطرح صوديوم ويدخل بوتاسيوم. مو كلكم تعرفوا ال ان اي كي هذا يحتاج اي تي بي، يحتاج طاقه، يحتاج اكسجين، يحتاج بلاد. يعني من يصير بي فيلر شو وقت يبدي الفيلر؟ تقريبا ايونيك بامب يصير بي فيلر بالعشرة وجوه. زين هنا فيلر اوف فانكشن، هنا فيلر اوف فانكشن، لكن جوه العشرة يصير فيلر بهذا البامب. تمام، فهذا من يصير بي فيلر بعد ما يقدر يطلع صوديوم، فالصوديوم يتجمع، يتجمع صوديوم. زين ما يقدر يطلع صوديوم فيتجمع الصوديوم، اذا تجمع الصوديوم من يجي وياه ووتر، فالسيلز شي يصير بيها سيلولر إديمة يسموها سايتوتوكسيك إديمة بسبب الفيلر اوف ان اي كي اي تي بي ايز بامب. بعد ما يطرح صوديوم ولا يدخل بوتاسيوم، فالصوديوم هذا يتجمع داخل السيلز والووتر فولو ذا صوديوم، فصار سايتوتوكسيك إديمة. تمام، من يصير فيلر. اذا ايش راح يصير؟ مثل ما تلاحظون راح يصير صوديوم انفلكس، يعني الصوديوم داخل السيلز، والبوتاسيوم افلكس لان البوتاسيوم يبدي يبقى بالخارج. زين لان ان اي كي اي تي بي ايز ما دا يشتغل، فيصير سيلولر سايتوتوكسيك اديما تنتهي بسيلولر ديث. تمام، زين وبعد ايش راح يصير؟ اني صار ان ادكوت سبلاي اوف اي تي بي، صار فيلر بالممبرين بامب، يعني بالان اي كي اي تي بي ايز بامب. زين هذا عادة قلنا من يقل البلد فلو جوا العشرة ايش راح يصير؟ الصوديوم يتجمع هو والووتر ويصير سايتوتوكسيك إديمة بالسيل، البوتاسيوم يبقى بالخارج. هذا البوتاسيوم اللي بالخارج هم عندي راح يسوي لي مشكلة، البوتاسيوم هذا اللي بالخارج راح يروح إلى الجلايل سيل. زين ويسوي لها ديبولاريزيشن، فالديبولاريزيشن هذا راح يدخل كالسيوم إليه، والكالسيوم راح يسوي ريليس للجلوتاميت. الجلوتاميت نيوروتوكسيك يسموها اكزايتوتوكسيسيتي، الجلوتاميت يسوي توكسيسيتي فرذر على السيل، فهو فت كاسكيد اوف ايفنت. ايش راح يصير وراها؟ اكسايتاتوري نيوروترانسميتر، يعني الجلوتاميت يصير له ريليس انتو ذا اكستراسيلولار فلويد. زين وهذا راح يسوي لك انفلكس مور كالسيوم، واللي شي يسوي هذا الجلوتاميت. تمام، هذا الجلوتاميت شنو مشكلته؟ راح يشتغل على الريسبتر مالته بي 2 ريسبتر ان ام دي اي و اي ام بي اي، يفعلهن ويسوي ريليس للكالسيوم للصوديوم. الصوديوم راح يسوي سوالينج بالسيلز، والكالسيوم يفعل انتراسيلولار انزيمز. تمام، اللي يسوي ديستركشن. دائما الكالسيوم يعني وحده من الميكانيزم انه يصير بها سيلز، وحده من الميكانيزم اللي يصير بها سيل ديث هو انه يدخل كالسيوم ويفعل انزيمز بداخل السيلز تبدي الدستركشن مالتها، لان هي هاي كانه شنو ما بيها فايده السيل، صار بيها ريفرسبل اسكيميا. فيبدي هذا الجلوتاميت يسوي اكسايتوتوكسيسيتي، يدخل صوديوم وكالسيوم، والكالسيوم راح يفعل صوديوم يسوي اديمه، والكالسيوم يفعل ذن الانزيمز اللي يسوي ديستراكشن. طبعا ويا هذا راح يصير انفلاميشن، راح يتجمع السيلز يصير بها ان ايروبيك ميتابوليزم، لان اكسجين ماكو، فيتجمع
يتجمع شنو الاسيد، يصير لاكتيك اسيدوسز، وهاي اللاكتيك اسيدوسز ايضا تزود الدستركشن، وراح يصير ريليس اوف فري راديكلز. تمام، الكالسيوم من يجي يفعل ذني الانزيمز اللي داخل السيلز، راح يصير ريليس اوف فري راديكلز، وراح تبدي شنو انفلاميشن، والانفلاميشن دستركشن يصير، وتيجي شنو الجلايال سيل تسوي كليرنس لهذا الدبريز. زين، اذا الفكره انه السيل صار بها ريفرسبل اسكيميا، صار بها سايتوتوكسيك اديما، صار بها اكزايتوتوكسيسيتي بسبب الجلوتاميت، جلوتاميت فعل دخل ذني الكالسيوم والصوديوم، وهذا الكالسيوم وهذا الصوديوم، الصوديوم يسوي سايتوتوكسيك اديما، الكالسيوم يفعل انزيمز تبدي بالدستركشن وتبدي بالانفلاميشن، والانفلاميشن راح شنو راح يصير بعدين كليرنس، فيصير هي ديد تيشيو هذا ويصير له كليرنس. طب فيصير ريليس اوف انفلاميتوري ميدييترز طبعا باي ذا جلايال سيلز. زين، death of all cell types in area of maximum ischemia والبروسيس از وورسند باي ان ايروبيك برودكشن اوف لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد دوز يسوي وورسنينج لكل هذا اللي ده يصير، ويصير death بهاي المنطقه الماكسيمم اسكيميا، يعني شنو صار بها destruction وكليرنس باي ذا انفلاماتوري بروسيس اللي صار. يعني هاي بصراحه هو مو كلش مهم انه بس ده نفهم ايش ده يصير على ات سيلولار ليفل. فالاوتكم الفاينل اوتكم يعتمد على الكومبتنس اوف ذا هوميستاتيك ميكانيزم. اذا عيوني عندي الاكسجين اكستراكشن كل زين، والفيزل تون كل زين بحيث يسوي فازو دايليشن كل زين، فهذا شويه يعوض من عندي كولاترال سيركيليشن تعوض، والميتابوليك ديماند والسيفيرتي اند دوريشن اوف ريدكشن. طبعا كل ما اسكيمي اكثر، كل ما دوريشن اوف اسكيمي اكثر، كل ما راح الاوتكم يكون تعبان. زين، ايضا جلوكوز ليفل، حتى البلد جلوكوز ليفل وهاير برين تمبرتشر هاف بوث بين اسوشيتد وذ ا جريتر فوليوم اوف انفارشن فور ا جيفن ريدكشن. طبعا كل ما اذا البيشنت التمبرتشر هو اوريدي مثلا عنده فد مشكله اصلا عنده هاير تمبرتشر، هذا وورسن، يعني الفيفر والهاي وورسن ذا اوتكم. الجلوكوز طبعا الهايبوغلايسيميا كلش تأثر، والهايبر سيفير هايبر جلايسيميا هم تأثر، يعني الدايبيتيك بيشنت اكيد هذا وورسن ذا اوتكم عنده. من اسوي ريستوريشن للبلد فلو، راح مرات اني عندي اسكيميا، اريا اوف اسكيميا، تمام، من اسوي له ريستوريشن اوف بلد فلو ممكن تتحول الى هيموريج، يصير هيموريجيك ترانسفورميشن من انطي ان ذول ثرومبوليتيك، فراح نشوف انه مرات يصير هسه اني هاي area of infarction او ischemia، area of ischemia من اعطيه thrombolytic. زين، فمرات يصير hemorrhage، ده تلاحظون يصير hemorrhagic هذا المنطقة البيضة hemorrhagic transformation، خاصة اذا الانفاركشن كانت large infarction او انطيت انتي thrombotic thrombolytic. كل ما area of infarction كبيرة فهاي من تطي انتي thrombolytic وتحلل فد لارج ثرومبس انت، راح شنو الريسك انه يتحول الى هيموريج اكثر. انت ثرومبس كبيره حللتها بثرومبوليتيك وسويت ريستوريشن ممكن تتحول الى هيموريج، اذا لارج انفاركشن ومن انطي انتي ثرومبوتيك ممكن الانفاركشن يصير هيموريج. وهاي سيليا ميكانيزم، الفكره انه اسكيميا اي تي بي ماكو، اوكسجين ماكو، تبدي يصير فيلر بالبومبس مال السيل، راح يبدي شنو السيل يصير بها اديمه، يصير release of الglutamate والexcitatory neurotransmitters اللي further worsen the condition، ويتفعل inflammatory process واللي يسوي clearance للدبرز لهاي المناطق. تمام، أنا عندي بأي منطقة اسكيميا، عندي ischemic core اللي هو irreversible، هذا هو مات، صار brain death، صار infarction، هذا صار بي maximum injury، تلاحظون الmaximum injury والإفكت مال الexcitotoxicity مال الglutamate، هذا الماكسيمو، هذا هو اللي صار dead tissue، خلينا نقول dead tissue infarction، يعني صار infarction. وعدي فد منطقة بصفها تحيط بيها يسموها البينامبرا اللي هي reversible، هاي reversible، هي اني هاي اللي انا ليش عندي time window لازم ألحق واسوي بسرعة على مود البينامبرا، مو على مود الاسكيميك كور. انا عندي core of ischemia وعندي اريا تحيط بي، هذا الاسكيميك كور ديد ما يفيد شيء، بس هاي المنطقه البنمبرا اللي تحيط بي
هاي ريفرسبل. زين هاي هي تاثرت شويه بالانفلاميشن، تاثرت بالستريس اللي صار بيها. زين فاني ممكن من ارجع بلد فلو لها راح ممكن شويه شنو احافظ عليها. فالبنمبرا هي الريفرسبل انجرد اريا، بينما الاسكيميك كور هي المنطقه اللي شنو هي الديد تيشو. الديد تيشو هسه راح نشوفكم بعدين صوره شلون عندي فتشي اني حتى بالام ار اي، بالام ار اي ممكن اشوف المنطقه الاسكيميك كور الماتت هاي اللي تلاحظوها، وممكن افد ايمج موداليتي شويه اغير بها اشوف شوف هاي هي البنمبرا الاسكيميك بنمبرا. تمام فهي المنطقه، شوفوا البنمبرا منطقه كبيره يعني هي المنطقه اللي تحيط به الاسكيميك كور. هذا اسكيميك كور وهاي مثلا بنمبرا مثلا، طبعا فد ايمج موداليتي خاص بعدين نحكيها. فهاي ممكن اني البنمبرا احافظ عليها لان هي ريفرسبلي انجرد تيشو، بينما الاسكيميك كور هذا اللي مات اللي ما يفيده. زين احنا بالسي تي سكان راح ناخذ بالتفصيل بعدين شلون تبين الانفاركشن. طبعا هي ميكستشر اوف شنو ديد برين تيشو وتيشو ذات از اسكيميك اند سوولن بات ريكفرابل. شوفوا اذا هي المنطقه اللي اني اشوفها راح اشوفها هي منطقه بنصها اكو كور هذا يعني irreversible خلاص مات وما يفيده، ومنطقه بها اسكيميا بس recoverable ممكن الحق عليها اللي سميناها البنمبرا. وقلنا راح يصير اديما swelling cytotoxic اديما مثل ما حكيناها. زين فاذا هاي هسه هاي مثل ما تلاحظوها هاي فد wedge shaped hypodensity، شوفوها هاي wedge shaped hypodensity مثل ما تلاحظون هذه wedge shaped hypodensity بالسي تي سكان هي المنطقة مال الاسكيميا. وقلنا مرات يصير هيمورجيك ترانسفورميشن اذا كانت لارج واستخدمت ثرومبوليتك ممكن يصير. وزين طبعا هسه انت هاي تشوفها كلش لارج اريا، هي مو كلها هاي مو كلها انفاركشن. زين يعني مو يعني مو كلها ديد تيشيو، هاي قسم من عندها اديمة يعني سايتوتوكسيك اديما، قسم من عدها البنمبرا. فهاي يعني ممكن ويا التريتمنت ممكن بعدين اشوفها انه تصير اصغر بعدين يعني ويا التريتمنت، لان هي ميكستشر مو كلها. هسه هاي هي اريا اوف اسكيميا، قسم من عدها ديد تيشو، قسم من عدها بنمبرا، قسم من عدها اديما، كلها تبين هايبودنس مثل ما تلاحظون. وبعدين راح نحكيكم شلون بالضبط. نجي هسه الكلينيكال فيتشرز، حتى اقول عليها ستروك لازم تكون رابيد اونست. تمام focal deficit and then rapid onset of dysfunction hemiplegia hemisensory loss dysphagia dysarthria حسب المنطقة. إذن over minutes راح يصير rapid onset و effect an identifiable area territory. راح نشوف انه من تجي manifestation راح اني اعرف من المانيفستيشن يا artery انضرب. وطبعا الايمجينج يساعدني يعني هي تضرب في منطقه الها في البرين بلاد سبلاي انا اعرفه، مثلا اكو ميدل سيربرال ارتري ستروك لان بيها هيش الفيتشرز مالته، انتيرير سيربرال ارتري ستروك بوستيرير، واكو لاكنر ستروك، فاكو في ارتيريال تريتوري معينه هي ات ويل افكتد حسب الديستريبيوشن مالت الارتريز. وهي نيجاتيف يعني هي لوس اوف فانكشن يعني هيمبليجيا لوس اوف موتر هيمي سنسوري لوس لوس اوف سنسيشن لوس اوف فانكشن ديبند اون ذا تيريتوري. يعني السيجر مثلا هي بوزيتيف فينومينا بوزيتيف، يعني السيجر من تضرب مثلا تمبرال لوب راح تعطيك فيتشرز الفانكشنز مال التمبرال لوب. زين بوزيتيف يعني هو مثلا يصير عنده شنو مثلا يبدي يسمع اصوات مثلا او يصير عنده حركات لا اراديه، مو السيجر هي ابنورمال مثلا ابنورمال موفمنت. تمام لنفرض ضربت الفرونتال لوب الموتر اريا تعطيك ابنورمال هو يعطي موفمنت السيجر، بينما الستروك هو لوس اوف فانكشن هو يصير باراليسز لانه هو ديد تيشو راح يصير. تمام فهي نيجاتيف ان كاركتر يعني لوس اوف فانكشن عكس السيجر اللي هي بوزيتيف اللي يكون بي ذاك يصير هو عنده موفمنت ابنورمال موفمنت، هذا يصير لوس اوف موفمنت. مثلا التي اي اي قلنا اللي هي اللي يصير بها ريزوليوشن وذين 24 اور،
يعني ما صارت انفاركشن، صار بيها بنمبرا، بنمبرا اللي هي ريكفري يعني ريكفرابل او ريفرسبل، ورجعت 24 اور وصار ريزوليوشن. بينما ستروك يعني الانفاركشن اللي شنو مور ذان 24 اور. اكو ستروك يسموها بروجريسنج ستروك واكو كومبليتد. بروجريسنج ستروك شنو اللي يكون شنو وورسن افتر انيشال بريزنتيشن، يعني يجيني بيشنت هيم بليج هيم سنسري لوس وبعدين صار وورسنينج، صار عنده اديشنال فيتشرز. زين هاي يسموها progressing. أما الcompleted stroke لا، اللي تبقى نفسها ما تتغير، تستمر الفوكال persistent بس not progressing. نجي هسه الstroke، طبعا آني هذا كلش رحته طبعا باللوكاليزيشن، بس هسه يعني جاي ناخذ specific انه middle cerebral artery stroke شيجي البيشنت، الانتيرير cerebral artery stroke شيجي البيشنت هيج. طبعا احنا كله حسب الdistribution، مو أخذنا الميدل سيربرال آرتري يغذي هاي المنطقة زين، فش أتوقع الستروك راح يصير هسه راح نحكيها. وبس الأهم شيء ببالكم إنه الأبر بارت of the body will be involved more than the lower part، هاي مهمة لأن هاي المنطقة للأبر أكثر من اللور. زين أبو الأنتيرير سيربرال آرتري ستروك الACA ستروك اللور body will be involved more lower part of the body، مثل ما قلنا ان احنا قلنا ترتيب الكورتكس upside down. البوستير سيربرال هم راح نحكيهم، ابو الانتيرير سيربرال او ابو الميدل سيربرال ارتري لان هي اعتقد الموست كومن هي الميدل سيربرال، فنبدي بيها. خلينا نشوفكم في الصوره للموضوع في اللحظه. هذا ابو الميدل سيربرال ارتري ستروك صارت along the distribution، هذه along the distribution of the middle cerebral artery. شو اتوقع هاي الارياز اللي involved راح شنو ايش راح يصير عندي؟ هذا ابو الميدل سيربرال ارتري ستروك انضربت هاي المنطقه، فش اتوقع الاشياء اللي كلش واضحه انه هو راح تنضرب البرايمري موتر كورتكس عندي، هذه اللي هي هاي البرايمري موتر، فيجي شنو يجي البيشنت كونترالاترال هيمبليجيا، كونترالاترال مو يصير عنده كونترالاترال هيمبليجيا اكيد، بس هاي الهيمبليجيا شبيهه بالابر بارت اوف ذا بالابر لمز مور ذان ذا لور، تلاحظون شلون بالابر لمز اكثر من اللور، اللور اقل راح يصير. شوف هاي الصوره هي كاركترستكس انه الابر انفولد اكثر من اللور، شوفوا اللور اقل الابر اكثر، اذا كونترالاترال هيمبليجيا انفولفينج ذا ابر بارت مور ذان ذا لور mostly بالأبر، لأنه الديستريبيوشن بالميدل سيربرال اللي هو يغذي هنا حسب الكورتكس الأبر راح يكون أكثر. تمام، ونفس الشيء سنسري، نفس الفكرة السنسري هيمي سنسري لوس بالأبر بارت أكثر، وين منين بالأبر بارت أكثر منين من اللور بارت، بالأبر بارت أكثر من اللور بارت. زين بالأبر بارت of the body هيمي سنسري لوس أكثر، وكونترالاترال يعني إذا انضرب الليفت هيمسفير فيصير بالرايت، اذا انضرب الرايت يصير بالليفت هيك، اذا هسه هيمي سنسري وهيمي موتر لوس بالابر اكثر من اللور، خلصت هذه. تمام، بعد شي يصير اكو ارياز اللي يغذيها الميدل سيربرال مثل ما تلاحظون ارياز معينه، مثلا هاي الاريا اللي هي الفرونتال اي فيلد راح يصير بها افكشن. فإذا تذكرون الفرونتال آي فيلد شنو وظيفته؟ اليمنى يخليني أباوع لليسرى، واليسرى يخليني أباوع لليمنى، فإذا اليمنى مثلا انضرب بعد ما أقدر أباوع لليسرى، فوين يصير عنده جيز بلس يسموها. إذا الرايت فرونتال آي فيلد انضرب بعد ما يقدر يباوع لليسرى، فالآي will be deviated وين؟ الآي will be deviated to the right. يعني إذا الرايت فرونتال آي فيلد انضرب ما يباوع لليسرى، راح يباوع لليمنى، فيصير deviation to the right. إذا left راح يصير deviation to the left. زين، فهاي فكرة الفرونتال آي فيلد. شوفوا فرونتال آي فيلد يسموه ipsilateral gaze deviation، يعني إذا انضرب الرايت هيمسفير راح العين will be deviated to the right، إذا انضرب اللفت هيمسفير العين will be deviated، حلو هاي مال العين will be deviated، العين will be deviated to the left. تمام، frontal eye field راح يصير ipsilateral gaze deviation،
إذا الرايت انضرب العين تروح للرايت، إذا الليفت انضرب العين تروح to the left. هاي تصير وين؟ هاي ipsilateral gaze deviation إذا صار middle cerebral artery stroke. ليش؟ لأن frontal eye field انضرب. تمام؟ من الفانكشن، لأن الفرونتال آي فيلد اليمنى يخليني باوع لليسرى واليسرى يخليني باوع لليمنى، فمن يصير بي انفاركشن يصير بي لوس اوف فانكشن، يصير ديفيشن مثل ما حكينا. بعد شنو؟ هاي البروكا اريا، البروكا اريا والورنيك اريا، مثل ما تلاحظون البروكا اريا مو حكيناها موجوده بالفرونتال لوب، والورنيك اريا فالبروكا اريا والورنيك اريا وحتى الاركويد فاسيكلس اللي يضربهم كله يتاثر. شوفوا هنا صار ضرب كل اللانجوج اريا تنضرب اذا صار ميدل سيربرال ارتري ستروك، البروكا والورنيك والفاسيكلس اللي يربط بيناتهم. فشي يصير عنده جلوبال افيزيا، طبعا وحسب الديجري مرات جلوبال افيزيا يسموها. زين ليش؟ لانه ضربهم ثلاثتهم وحسب الديجري مرات واحد اكثر من الثاني. يعني بعد اذا هيمي سنسوري وهيمو موتر لوس بالابر بارت اوف ذا بودي، شوفوا الهيومنكلس هذا الأبر بارت will be affected more than the lower. زين لأنه هو هذا اللي distribution وglobal aphasia والfrontal eye field، يعني يصير gaze deviation ipsilateral يعني to the same site of the lesion. إذا الرايت انضرب تروح للرايت، الليفت to the left. تمام. بعد شنو؟ ينضرب أيضا بالميدل cerebral artery الoptic radiation. من يصير ميدل cerebral artery ينضرب الoptic radiation، وبالتالي شي يصير إذا انضرب الأوبتيك راديشن؟ يصير هومونومس هيمي أنوبيا، كونترالاترال هومونومس هيمي أنوبيا. تمام؟ يعني الفيجوال فيلد هذا يتأثر، كونترالاترال هومونومس هيمي أنوبيا. يعني إذا رايت هيمسفير انضرب ميدل سيربرال آرتري، رايت ميدل سيربرال آرتري انضرب، يصير كونترالاترال هومونومس هيمي أنوبيا. يعني شنو هسه اني عندي رايت هيمسفير انضرب، شنو الكونترالاترال هيمنومس هيمي انوبيا؟ يعني هاي العين وهاي العين لنفرض. زين انضرب الرايت، تمام انضرب الرايت، الليفت سايد اوف فيلد بالتو ايز اثنيناتهن بعد يروح هيك يصير. هذا شنو هسه؟ اذا انضرب الرايت اوبتيك راديشن يصير كونترالاترال ليفت، يعني يصير ليفت هومونومس هيمي انوبيا. شوفوا الليفت سايد اوف ذا فيجوال فيلد يتاثر شنو بيهن اثنينات. هاي اخذناها بالعيون احنا. اذا هسه اذا انضرب الرايت اوبتيك راديشن بالرايت ميدل سيربرال ارتري ستروك راح يصير ليفت هومونومس هيمي انوبيا. اذا انضرب الليفت اوبتيك راديشن مثلا الليفت اوبتيك راديشن انضرب بليفت هيمسفير ستروك بالميدل سيربرال ارتري يصير شنو؟ إذا left optic radiation ضرب يصير right، شوفوا right homonomous hemianopia، right visual field بكل عين هو اللي شنو راح ينفقد. إذا يصير contralateral homonomous hemianopia و ipsilateral gaze deviation و global aphasia و contralateral motor and sensory loss. هذا هو middle cerebral artery stroke. شوفوها هيميباريسز وهيميسنسري لوس، يعني موتر لوس بالفيس وبالأبر أكثر من اللور، بالفيس عن بالأبر أكثر من. طبعا ليش قلنا الفيس؟ هسه واحد يسأل إحنا مو قلنا الفيس هذا بالبرين ستيم؟ فيس برين ستيم، مو كورتيكال ستروك. إحنا هسه جاي نحكي عن ميدل سيربرال آرتري ستروك، يعني كورتيكال ستروك. بس إذا تذكرون أنا حكيت لكم شغلة بالأناتوميكال لوكاليزيشن، قلت إنه الكرانيال نيرفز بس الفيشيال نيرف ممكن يتأثر إذا صار كورتيكال ستروك، إذا صار يعني هسه ميدل سيربرال أو يعني صار ستروك بالكورتكس. الفيشيال نيرف اللور بارت أوف ذا بودي، هذا اللور بارت أوف ذا فيس هو will be involved. تمام؟ إذا هسه إذا صار ستروك كورتيكال ستروك بس الفيشيال نيرف اللور بارت مالت الفيس will be affected. تمام؟ هم يصير هيمي سنسري وهيمي موتر لوس بي مرات. زين سنسري ان اكثر شيء موتر طبعا، يعني لين فيشل نيرف هو. فهسه احنا ايش قلنا؟ هيمي سنسري وهيمي موتر لوس، هيمي باريسز بالابر لمس اكثر من اللور، والفيس ممكن يكون انفولد نصه بس اللور بارت، لان باقي الكرانيال نيرفز اللي غذن الفيس ما يتاثرن على اعتبار
باقي الكرينيال نيرفز بايلاترال سبلاي. الفيشيال نيرف اللور بارت ماتي يونيلاترال سبلاي. فمن يصير انفاركشن راح يصير بيلوس هم كونترالاترال تو ذا سايد اوف ذا ليجن اكيد، بينما الابر بارت اوف ذا فيس نوت انفولفد لان بايلاترال سبلاي. فهاي مهمه. بعد شنو هسه قلنا هومونومس هيمي انوبيا كونترالاترال هومونومس هيمي انوبيا. طبعا ذن احنا من نقول ميدل سيربرال ذيس از كورتيكال ستروك، كله كورتيكال من اقول ميدل سيربرال انتيرير سيربرال يعني بوستيرير سيربرال جاي اقصد الكورتكس. هسه البوستيرير واحد بس انتيرير وميدل جاي اقصد الكورتكس. تمام البوستيرير